وللاطلاع عن كثب على ردود الافعال في الضفه الغربيه ينضم الينا من هناك مراسلنا حافظ ابو صبره. صباح الخير حافظ واهلا بك، حدثنا اكثر عن ابرز ردود الفعل في الضفه الغربيه حتى هذه اللحظه. صباح الخير معاذ. قبل ردود الفعل هناك حمله نفذتها قوات الاحتلال بحق نشطاء الجهاد الاسلامي في الضفه الغربيه، طالت اعتقال ما يقارب 20 ناشطا من مختلف المناطق، وتركزت هذه الحملة في جنين شمال الضفة الغربية. إذن 20 من أفراد ونشطاء الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية اعتقلوا هذه الليلة بالتزامن مع عدوان الاحتلال على قطاع غزة، وبالتزامن مع استمرار إطلاق الرشقات الصاروخية من القطاع صوب الأراضي المحتلة، حيث دوت منذ قليل صفارات الإنذار منذ دقيقة تقريبا في مستوطنات غلاف المستوطنات المقامة في غلاف قطاع غزة من جديد. هذه الرشقات تتوالى ولم تتوقف طيلة الليلة الماضية بالتزامن مع استمرار العدوان وقصف المناطق في قطاع غزة. ردود الأفعال كانت أبرزها المسيرة التي خرجت وشارك فيها ما يقارب 100 مسلح فلسطيني، 100 من المقاومين الفلسطينيين، إلى جانب عدد كبير من سكان مخيم جنين خرجوا بالأمس وقالوا بأنه منذ الليلة الماضية منع التجول على الطرقات الالتفافية بالنسبة للمستوطنين. وهذا أيضا جاء في مؤتمر صحفي قامت به فصائل المقاومة الفلسطينية في مخيم جنين، وشاركت فيها سرايا القدس وكتائب القسام وكتائب شهداء الأقصى وكتائب أبو علي مصطفى، ممثلين عن هؤلاء الفصائل المقاومة في مخيم جنين أعلنوا فرض منع التجول على الطرقات الالتفافية التي يسلكها المستوطنون في الضفة الغربية، وهذا سيتحدد مع انتهاء السبت المقدس بالنسبة للمستوطنين بعد عصر هذا اليوم. ومن المتوقع أيضا أن تكون عمليات إطلاق النار تتم بشكل أكبر صوب المستوطنات، الحواجز العسكرية والأبراج على طول جدار الفاصل بين الأراضي المحتلة عام 48 والضفة الغربية، تبعا لهذا الإعلان من قبل كتيبة جنين ومن قبل مقاومين في كتيبة نابلس وفي طوباس وفي عدد من المناطق شمال الضفة الغربية التي خرجت بمسيرات حتى سلمية بعد عصر يوم أمس وبشكل أكبر بعد المغرب. في رام الله كان هناك مسيرة كبيرة كلها مسرة لغزة، هذا بالإضافة للإعلان عن مسيرات تقام هذا اليوم في الضفة الغربية بالإضافة لمسيرات في حيفا والطيبة وفي يافا في مناطق الداخل المحتل. ما يتعلق بالمستوى الرسمي الفلسطيني، الرئاسة الفلسطينية دانت العدوان على قطاع غزة وطالبت المجتمع الدولي بالوقوف أمام مسؤولياته في لجم هذا الاحتلال ووقف العدوان بحق المواطنين والشعب والمدنيين الفلسطينيين في القطاع. أيضا رئيس الحكومة الفلسطينية دان استهداف طفلة وسيدة وشيخ مؤذن كان في طريقه لإقامة صلاة العصر في قطاع غزة وطالب المجتمع الدولي بالوقوف أمام مسؤولياته، كما دانت وزارة الخارجية هذا الصمت الدولي المطبق والذي ترجمته أو ترجمه سفير الولايات المتحدة في القدس وقال لدى الكيان طبعا، وقال فيه بأنه من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها، وهو يعلم بأن جولة التصعيد هذه العدوان هذا بدأ من قبل إسرائيل. نعم. حافظ. التي لم تتلقى أي قذيفة. نعم. أو حتى صاروخ خلال فترة من التهدئة امتدت. نعم. منذ نهاية معركة سيف القدس. حافظ بشكل سريع، هل هنالك لربما نتحدث عن ما خلفته الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة نحو الداخل المحتل؟ دائما ما تثبت القبة الحديدية فشلها أمام الصواريخ التي تنطلق من قطاع غزة. حتى الساعة 12 كانت المصادر في جيش الاحتلال تقول بأن ما وصل إلى الداخل المحتل من بين 100 صاروخ أطلقت من قطاع غزة هو تقريبا 46 صاروخ، استطاعت القبة الحديدية تصدي ل 33 منها، 13 صاروخا سقطت في مناطق الأراضي المحتلة عام 48. كان هناك حديث عن استهداف منزل في مستوطنة في عسقلان، فيما أعلنت طواقم نجمة داوود التابعة للاحتلال
فيما يتعلق بالإسعاف عن إصابة 8 مستوطنين، نقل 5 منهم إلى مشافي الداخل المحتل بعد إصابتهم جراء إطلاق صواريخ المقاومة على مستوطنات الأراضي المحتلة عام 48. نعم حافظ، سنبقى معك على اطلاع خلال الساعات القادمة. شكرا جزيلا لك حافظ أبو صبرة مراسل رؤية في رام الله، شكرا جزيلا لك.